بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الجزء الثاني مع المحاضرة. آخر شيء بالذاك الجزء أخذناه قلنا هاي النقطة بي دا يتحدث عنها. هنا هاي النقطة وشنو هنا دا ينطي مثال عليها، مثال عملي لها. زين، the best place for this fire station، أحسن مكان لهاي المحطة البعيدة would be that point where it would be the same distance from all three towns. Point B is called Circon Center. يقول هاي النقطة أحسن مكان للبلدات الثلاثة، بحيث هاي النقطة تبعد عن البلدات الثلاثة بنفس المسافة، أسميها Circon Center. زين، هسا هاي شنو النقطة؟ The Circon Center of a triangle is that point where the three perpendicular base chords intersect تتقاطع. Why is it called the circumcenter؟ لماذا أسمي هاي النقطة circumcenter؟ طبعا هاي النقطة هذا القصد بهذا الكلام كله. يقول كل واحد من دولة المنصف العمودي يسمى perpendicular base chord، المنصف العمودي لكل قطعة، مو المثلث بيه ثلاث أضلاع، هاي قطعة هاي قطعتين هاي ثلاث، كل منصف عمودي من دولة موجود عمود يصير على هاي النقطة، المنصف العمودي هذا على هذا الضلع، والمنصف العمودي على دولة ثلاثتهم يتقاطعون بنقطة، هاي النقطة شو اسميها؟ سيركم سنتر. هاي النقطة، هاي النقطة شنو ميزتها؟ تبعد عن الرؤوس ذا النمال المثلث ببعد ثابت، وبنفس الوقت point B is the center of circle that goes through all three vertices of the triangle. يقول هاي النقطة هي مركز للدائرة التي تمر بالرؤوس الثلاثة لهذا المثلث. بمعنى آخر أنه هاي النقطة تحدد الدائرة، شلون شكل الدائرة؟ مركزها B، نصف قطرها هي المسافة من B للرؤوس الثلاثة وتمر على الرؤوس الثلاثة. هاي النقطة الثابتة اللي تتحدد بواسطة الأعمدة المنصفة. زين، هنا شنو أكو؟ When we have a circle that surrounds a triangle، إذا عدنا إحنا دائرة تفتر حول التريانجل like this، مثل هذه، we say that this circle is circumscribed around the triangle. الدائرة شو يسموها؟ circumscribed. هاي الدائرة اللي مركزها هاي النقطة بي اللي هي تقاطع اللي هي تقاطع منه الأعمدة المنصفة للقطع المستقيمة. ذن كلهن تعاريف مطلوبة من عندكم، شنو معنى النقطة هاي، شنو معنى ذن التقاطعات، هاي الدائرة ليش سميناها سيكرم سكريبت، ليش؟ لأن هاي تفتر مركزها النقطة بي اللي هي التقاطعات مال الأعمدة وتفتر حول الرؤوس. زين، هاي كلها تسميات بعدين هو راح يستخدمها، بس اللي مطلوب من عندكم تعاريفها شنو موضوعها. So the circumcenter يعني هاي النقطة، circumcenter النقطة، circumscript الدائرة المرسومة، is the center of circle، إذن هي النقطة مركز الدائرة، that is circumscript نفس هذا الكلام around the triangle. إذن النقطة B هي مركز الدائرة التي تفتر حول triangle المثلث. It is the only circle that goes through، هي الدائرة الوحيدة التي تذهب all three vertices خلال الثلاث رؤوس مال المثلث. So the circumcenter النقطة هاي المركز is، هاي ملخص، the intersection هي تقاطع ل three perpendicular base chords، هو تقاطع للأعمدة المنصفة ثلاثة يتقاطعون بها. It is equidistant from all three vertices، وهي متساوية بالنسبة للرؤوس الثلاثة، يعني المسافة من النقطة المركز لأي رأس من رأس المثلث متساوية. Quite stand متساوية. هيا هي البي، النقطة البي المركز مال الدائرة اللي مرت بالرؤوس الثلاثة. It is the center of the circle that surround the triangle، وهي مركز للدائرة التي تفتر أو تلوف أو تمر أو تحيط بالمثلث. إذن ذني الثلاث نقاط هي مواصفات السنتر ومواصفات النقطة، خلاصة يعني للشرح الشرحة. We can always circumscribe، دائما ممكن إحنا نحصل على هاي الدائرة
اللي هي مركزها هاي النقطة واللي تمر بال بالمثلث. Circle around and triangle by finding. دائما بس نلقى المركز مالتها نقدر نحددها الدائرة. والمركز هو تقاطع الأعمدة المنصفة. المركز هو تقاطع الأعمدة. هسه دا يحكي على غير دائرة أخرى اللي هي هاي اللي داخل المثلث. ذيك الدائرة كانت خارج المثلث، هاي داخل المثلث. At each of the three angles of a triangle. ذيك الدائرة حددتها منو؟ حددتها الرؤوس. هنا منو راح تحددها؟ راح تحددها الزوايا. زين، يقول لكل زوايا المثلث الثلاثة are bisected by a row. باي اراي ال يقول كل زاوية من ذني لها منصف شعاع بواسطة شعاع. هذا باي راي يعني شعاع بواسطة. وذول الأشعة ثلاثة هم راح يلتقون بهاي النقطة. هاي النقطة ايش راح تكون؟ راح تكون دائرة. الدائرة شو تمس؟ تمس القطع المستقيمة الثلاثة. هذا الحكي مالته. This common point is called. شو يسموا هاي النقطة اللي تتقاطع بيها الأشعة الثلاثة المنصفة للزوايا؟ يسموها إن سنتر. إذا إن سنتر شبيهة the center of circle that inscribed in a triangle. إن inscribed circle touches each side of the triangle. إذا هذا المركز اللي هنا اللي هو عبارة عن تقاطع الأشعة الثلاثة المنصفة للزوايا هو شيء يمثل لمركز الدائرة هاي بالداخل اللي هي مرسومة هنا اللي تمس دن القطع الثلاث الثلاث قطع المكونة للمثلث. هاي الدائرة تمسهن. المركز مالتها شو يسميه؟ ان سنتر. واضح يعني؟ draw a line from the in center to one of the side to find the radius of the inscribed circle. اذا هاي الدائرة الصغيرة سميها inscribed. هاي الدائرة تصير داخل المثلث. والمسافة من السنتر مالتها لأي قطعة من أي قطعة من قطع المثلث الثلاثة أسميه نصف القطر. يعني هاي منا هنا نصف القطر، منا لهنا نصف القطر، ومنا لهنا هم أيضا نصف القطر. إذا صار عندنا سنترين. السنتر الأول اللي جاي منين؟ من الأعمدة المنصفة للقطع المستقيم وتقاطعهم شكل نقطة، ومن النقطة تصير مركز دائرة تمر برؤوس المثلث من الخارج. إلها اسم ولها مواصفات. هنا لا، الأشعة المنصفة للزوايا يتقاطعن بنقطة، وهاي النقطة تمثل لي مركز دائرة. الدائرة تصير تماس للقطع مال المستقيم، وإلها اسم، اسمها شنو؟ inscribed circle. والمركز in center مالت، هاي النقطة in center اللي موجودة بالسنتر مال. This can be done with any triangle. هذا ممكن نسويه بأي مثلث. The three angle biscuits يعني المنصفات مال ال three angle will go through the same point and that point is the center of the inscribed circle. فالمنصفات مال الزوايا مرن بهاي النقاط، وهاي النقطة هي السنتر مال الدائرة. إذا هسه لحد لهنا عندنا صار دائرتين تمثلين بيش؟ بتقاطع المستقيمات المنصفة. مرة مستقيمات منصفة للقطع، ومرة لا مستقيمات منصفة للزوايا. زين. Altitudes الارتفاعات. The altitudes of Denver. هم ده يعطي مثال. Denver ارتفاعه 5280 feet. There are exactly 5280 feet in mile. This in mile. This is why Denver is sometimes called the male higher city. ليش يسموها دنفر دائما هي مدينة عالية؟ ليش؟ لأن عندها ارتفاع 5000 عن سطح البحر. When we say the altitude of Denver يعني عندما ننظر الارتفاع مال دنفر 5000 feet we mean that يعني انه دنفر is located موقع مالته 5000 feet above sea level 5000 عن سطح البحر مستوى. Altitude how higher something is a triangle has an altitude as well. يقول الارتفاع بالنسبة للمثلث هو هذا المستقيم النازل من الرأس من القاعدة المقابلة للرأس. ده يشرحه يعني ده ينطي تعريفه هنا.
The altitude of a triangle is higher, is how higher ارتفاع it goes يذهب. It is the distance perpendicular to the bottom side. The altitude of a triangle is a line segment that goes from a vertices down perpendicular to the upside side. إذن الارتفاع هو من القمة لحد هذا نسميه altitude. هذا الحكي ده يشرح به تعريفه. التعريف مالته انه هو الارتفاع من هذا الرأس الى القاعدة المقابلة لهذا الرأس يسمي الارتفاع. طبعا بطبيعة الحال هنا هم ارتفاع وهنا هم ارتفاع. المهم يصير عمودي عالية ويشكل زاوية 90. Every triangle actually has three altitudes. يمتلك ثلاث ارتفاعات مثل ما قلناها قبل شوية. Sometimes it is not avoided where the altitude is. مرات ما مبينة كلش يعني. المهم هو بالارتفاعات كل مثلث الى ثلاث ارتفاعات هذا اللي يهمنا بالموضوع احنا. هسه ذن الارتفاعات حنشوفهن هنا. اذا هذا الارتفاع شلون الارتفاع من القاعدة راح يروح خط عمودي هنا ومن هاي القاعدة ومن هاي القاعدة راح يروح خط عمودي ويا من يتقاطع هذا امده هالشكل. ونفس الكلام يعني من كل رأس من ناحية ينزل عمود بهالترتيب هذا يعني هذا الرأس هاي القاعدة المكانها أمد. إذن بهاي الطريقة أباوع شلون أعين ارتفاعات المثلث. Then every triangle has three altitudes يعني ثلاث ارتفاعات and they go from each vertex من كل رأس perpendicular to the line that contains the upside side. يعني كل ارتفاع راح يجي من الرأس هذا لوين للقاعدة المقابلة بس يكون عمودي عليها. فهذا الرأس من القاعدة المقابلة لها هاي امدها عمد يصير قبالة ما تتحقق العمودية اذا ما يصير قبالة. وهاي الطريقة تتعين الارتفاعات الثلاثة. Do the three altitudes go through the same point. وذول الارتفاعات الثلاثة راح يتقاطعن بنقطة معينة. Okay. This point is called هاي النقطة شي يسموها ortho center. اسميها هاي النقطة اللي الارتفاعات تتقاطع بيها هاي ortho center. Ortho means perpendicular يقول هاي الortho يعني معناها المتعامد عليها. Ortho center the intersection of all three altitudes of triangle. اذا هذه النقطة هنا هي تقاطعات الارتفاعات مال المثلث الجايبي. اللي هنا تخلص محاضرتنا وان شاء الله نكمل بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.